كما أكد السيد سمير عبد الله ناس رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين خلال مشاركته في اليوم المفتوح لحملة فيناخير على أهمية المساهمة في حملة فيناخير ودعمها، حيث كشف عن تقديم الغرفة لمبالغ مالية تقدر ب 300 ألف دينار بحريني دعما لهذه المبادرة. غرفة التجارة ما ترددت أن تساهم في هذا الصندوق. نعم. وفي هناك مساهمات عينية ومساهمات غير مباشرة. طبعا احنا دفعنا عن جميع اعضاء الغرفه حوالي 1,200,000 دينار عن اشتراكاتهم اللي دفعناها عنهم، و300 الف دينار الى الصندوق كاش لدعم المبادره، وكذلك في هناك بعد خصصنا المبنى القديم للغرفه تحت تصرف وزارة الداخلية لاستعمالها للعمال الوافدة وبتأهيلك بالكامل اللي راح ياخذ حوالي 1,000 عامل، وهذه مبادرة ومساهمة من الغرفة.